السلام عليكم الحبايب نتاعنا، كيف انتم؟ لاباس؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. مرحبا بكم في قناتكم وصفات فتحي. اليوم غادي نشارك معكم جوج تاع الوصفات، ميني كيك وحرشات صغار اللي كيجيو رائعين. تابعوا الفيديو إلى الأخير وفرجة ممتعة للجميع. بسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. هنا في إناء اللي غنوجدوا فيه الوصفة ديالنا، وضعنا فيه بيضة كاملة، كأس من السكر السنيده او سكر خشن، قليل من الملح لتحسين الذوق. هنا غادي نخلطوا العناصر اللي وضعنا حتى كيتضاعف لينا الحجم تاع البيض. هنا سيداتي هاد الميني كيك اللي غادي نوجدوهم تقدري تستعمليهم كغوتي للاطفال لانهم كيجيو رائعين، بالخصوص اننا غنديروا فيهم واحد الحشوه اللي رائعه جدا. تابعوا الفيديو الى الاخير، وانا اكيده ان الوصفات بجوج غادي يعجبوكم. هنا سيداتي من بعد ما كيتضاعف لينا حجم تاع البيض، غادي نضيفوا ليه نصف كاس من زيت المائده، ودائما مع التحريك دابا غادي نضيفو ياغورت او دانون على حساب النكهة اللي انتي محتاجاها سيداتي. انا استعملت هاد النوعية ديال دانون، كيعطي مذاق رائع جدا. غادي نضيفو ثلثين في الكأس تاع الحليب، يعني ما واصلش نص كاس تاع الحليب، وغادي نحتفظ بالقليل الى احتاجيتو غادي نزيدو من بعد. هنا غادي نضيفو نصف ملعقه صغيره من الفاني، جوج الكيسان من الدقيق، والدقيق على حسب النوعيه سيداتي اللي انتي مستعملاها، فكاين نوعيه تاع الدقيق كتشرب، كاين نوعيه ما كتشربش. غادي نضيفو جوج ساشي تاع خماره الحلوى، يعني 8 غرام 8 غرام 16 غرام. غادي نضيفو ملعقة كبيرة من الكاكاو، وغادي نخلطو جميع العناصر. إلى بالك سيداتي العجين ديالك بأنه قاسح شوية، غادي تضيفي ليه القليل من الحليب، فهنا بالي العجين بأنه قاسح شوية، غادي نضيف ليه القليل من الحليب، وغادي نخلط حتى كنوليو نكتبوا الرقم 8. فدائما سيداتي النصيحه ليك ولينا كاملين، الخليط ديال الكيك ديالنا باش كنعرفوه ناجح كنكتبوا به الرقم 8. ملي كيتكتب لنا الرقم 8 وما كيتقطعش لينا الخليط، فديك الساعه كنعرفوا بان الخليط ديالنا اصبح جاهز وانه ناجح 100%. هنا غادي ناخذوا ليمول اللي غادي نعمروا بهم الكيك، الطريقه العاديه اللي معروفه اننا كندهنوهم بالزبده وكنرشوهم بقليل من الدقيق الابيض. غادي نعمرو ليمول ديالنا، كنعمروهم ثلثين، وفي هذه الاثناء اللي حنا كنعمرو فيهم ليمول كنكون شاعلت الفران على درجه الحراره 180. وكيف كتعرفوا وكيف كنقول لكم دائما، فانا ملي كنبغي نطيب في الفران ديالي كنشعلو مده 10 دقائق، خصوصا الحلويات لي كيك والحرشه اي نوع تاع الحلوه كنشعل 180، كنخليه 10 دقائق. ملي كندير الحلوه ديالي في الفرن كنقص منه وكنخليها تطيب باش كتاخد واحد اللون ذهبي. وهنا كيف بان لكم في الصوره، في مقله وضعت فيها كاس تاع السنيده وخليته. هنا وضعت كاس تاع الحليب، كاس تاع الماء، وضعت القليل من النشا، وغادي نصايب واحد لاصوص اللي غادي نضيف ليها كاوكاو واللوز اللي كتعمر بهم الكيك، كيجيو رائعين جدا. هنا من بعد ما ذابت السنيده ضروري النار كتكون مهيله، غادي نضيف ملعقه من الزبده، كنبقى نحرك على النار مهيله حتى كتذوب لي الزبده، وغادي نضيف ليهم هذاك الخليط اللي وجدته من قبل. كنصيبوا واحد لاصوص اللي كتجي رائعه جدا، وغادي نضيف ليها كاوكاو واللوز اللي حمرتهم من قبل وهرمشتهم. انا هنا سيداتي درت اللوز وكاوكاو، انتي الا ما عندكش ديري كاوكاو او ديري اللوز، اي حاجه موجوده عندك في المطبخ استعمليها، وغادي نحتفظ بالخليط على جنب. دابا غادي ندوزو الحريشات ديالنا. هنا في اناء درت جوج بيضات، كاس تاع السنيده،
فاني، ساشيا، ضروري الملح لتحسين الذوق. وغادي نخلطوا هاد العناصر اللي وضعنا، غادي نوجدوا هاد النوع تاع الحرشه اللي بمكونات بسيطه جدا ولكن المذاق ديالها رائع وشكلها غادي يهضر عليها. غادي نضيفوا نصف كاس من الزيت، غادي نضيفو كأس إلا ربع من الماء، ما كيكونش الكأس عامر بزاف. هنا سيداتي غادي نضيف الفورس أو الدقيق الأبيض 2 المعالق كبار، ودابا غادي نضيف السميد. النوعية تاع السميد، سميد رقيق خاص بالحرشة أو الحلويات. هنا وضعت 3 الكيسان. غادي نخلط العناصر ديالي، إلا احتاجيت مازال السميد فغادي نزيد. دائما على حسب النوعية تاع الدقيق أو السميد اللي انتي مستعملة. هنا ضفت 2 ساشي تاع خمارة الحلوى 8 غرام، يعني 16 غرام ديال الخمارة الحلوى. 2 ساشي، كل ساشي فيها 8، يعني مجموع ديالهم 2. هنا غادي نخلط الحرشة ديالي، انا مازال محتاجة سميد فغادي نزيد. غادي نحيد الفوي وغادي نخدم باليد. كيف كنقول دائما على حسب النوعية تاع السميد، كاين شي مرات 3 الكيسان كيكونوا كافيين، كاين 3 4 كيكونوا كافيين على حسب نوعية تاع السميد. فأنا هنا ضفت تقريبا كأس ونصف. وهنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي خليته 10 دقائق، درته على شكل كرات ومرمتهم في جنجلان. ودابا غادي ندخلهم في الفران. من بعد ما طابلي الكيك ديالي غادي نجبدو وغادي نخشي الحريشات. هالكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، دابا غادي نعمروه سيداتي بديك الخليط اللي صيبناه من قبل قدامكم. وطريقة التزيين كتبقى اختيارية، فجميع النساء راهم مبدعات في المطبخ ديالهم، غير كنشاركو مع بعضياتنا أفكار فقط. هنا من بعد سيداتي ما كنعمر لي ميني كيك ديولي كاملين، فهنا غادي نزينوهم بأي نوع عندنا، سواء عندنا الكريم سواء عندنا الشوكولات. وهالحرشه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن، فالطريقه ديال الطياب ديال الفرن كتلعب دور في ان الحلويات ديالك كتجي رائعه. انا هالطريقة اللي كنستعمل، انني كنشعل الفران 10 دقائق، من بعد كنقص الفران وكيدخلي الحلاوي ديالي كيطيبوا على خاطرهم، حتى كنحصل على واحد اللون ذهبي وكتجي الحلوى طيبة من برا ومن الداخل. دابا ما بقى لي نقول لكم الى اللقاء.